أما في الشأن السوري، أكد الجبير توافق المملكة وروسيا على وحدة الأراضي السورية وضرورة تشكيل هيئة انتقالية للسلطة. أعتقد فيما يتعلق بالشأن السوري، معالي الوزير وضح المواقف. المملكة العربية السعودية هدفها أن نحافظ على وحدة الأراضي السورية وضمان حقوق جميع الطوائف السورية. تسعى لحل سياسي مبني على إعلان جنيف واحد وقرار مجلس الأمن 2254 الذي يؤدي إلى تشكيل هيئة انتقالية للسلطة، ويكون فيه عملية سياسية لتحديد مستقبل سوريا. فإحنا نتفق على الشيء هذا. بالنسبة للمفاوضات في جنيف، المملكة داعمة لهذه المفاوضات ونؤيد جهود المبعوث الأممي دمستورة في هذا المجال.